مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة، أبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد. جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع في اليمن إلى العودة لطاولة المفاوضات وتحذر من التداعيات الإنسانية لمعركة الحديدة. وأما في أخبارنا الاقتصادية فنتابع. وزارة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان لتطوير أنشطة سياحية مستدامة في منطقة الحقف بمحافظة الوسطى. بمناسبة حلول الأيام المباركة لعيد الفطر السعيد، بعد أن من الله على عباده المسلمين بالصلاة والصيام والقيام وقبول الطاعات والغفران، تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني بهذه المناسبة الجليلة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. وقد أعرب جلالته أيده الله في برقياته عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لهم بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر ولشعوب دولهم باطراد التقدم والرقي والازدهار، داعيا الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وأمثالها وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات. كما عبر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو في تهانيهم لجلالة السلطان المعظم عن أصدق مشاعر التهاني وأخلص عبارات الأمان، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته على الدوام ويمتعه بموفور الصحة وكمال العافية، وأن يتمم عليه نعماءه وآلاءه ويمد في عمره ليواصل قيادته الحكيمة لشعبه الوفي لمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وأن يعيد المولى جلت قدرته هذه المناسبة المباركة على جلالته والشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد. فقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه برقيات التهاني مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فخامة الرئيس إسماعيل عمر غيلة رئيس جمهورية جيبوتي، فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماغو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، دولة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،
فخامة الرئيس محمد ود عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جلالة السلطان حاجي حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، فخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا، فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرزيويف رئيس جمهورية أوزبكستان، فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، فخامة الرئيس قربانقولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، فخامة الرئيس علي بونغو أونديبا رئيس الجمهورية الجابونية، فخامة الرئيس أدما بارو رئيس جمهورية غامبيا، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، فخامة الرئيس إمام علي رحمانوف رئيس جمهورية طاجكستان، فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القرغيزية، فخامة الرئيس نور سلطان نظربايف رئيس جمهورية كازاخستان، فخامة الرئيس عبد الله يمين رئيس جمهورية المالديف، فخامة الرئيس محمد إسوفو رئيس جمهورية النيجر، فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي. وكل عام والجميع بخير ومسرة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وأصدر عفوه السام الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 353 نزيلا، منهم 133 نزيلا أجنبيا. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة عيد الفطر المبارك 1439 هجرية، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. طلبت المملكة المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا للمجلس بعد بدء الهجوم على مدينة الحديدة اليمنية. وكانت الأمم المتحدة دعت الأطراف المتصارعة إلى ضبط النفس وتجنب معركة في مدينة الحديدة وعلى العودة لطاولة المفاوضات. من جانبه قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي إن تصاعد العنف في اليمن قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين ولن ينهي حربا يعاني المدنيون بشدة بسببها. ودعا غراندي جميع أطراف الصراع إلى العودة إلى طاولة التفاوض في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن المنظمة لا ترى أي حل عسكري للصراع في اليمن. وجاءت تصريحات غراندي بعد ساعات من بدء حملة عسكرية للتحالف العربي على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن. تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار طرحته الدول العربية يدين إسرائيل في موجة العنف في قطاع غزة مؤخرا، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة بشدة باعتباره غير متوازن، واقترحت بالمقابل إدانة حركة حماس. وتطالب الولايات المتحدة بإجراء تعديلات على القرار قائلة إنه تمت الإشارة إلى إسرائيل على نحو غير عادل، كما يدعو مسؤولي الأمم المتحدة إلى التقدم بتوصيات لحماية الفلسطينيين المدنيين. وكانت الدول العربية والإسلامية قررت الذهاب إلى الجمعية العامة حيث لا يوجد حق النقد الفيتو بعد أن استخدمت الولايات المتحدة
حق النقض على القرار نفسه في مجلس الأمن في الأول من يونيو الجاري. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا إن مسؤولين من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف يومي 18 و19 من شهر يونيو الجاري، وذلك لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا. وأضاف دي مستورا في بيان له أنه سيوجه الدعوة لاحقا لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر. وكان دي مستورا قد كلف باختيار أعضاء اللجنة التي يتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، بل كلف، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في إطار إصلاح سياسي لما بعد انتهاء الحرب. قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلا مفاجئا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، وفي مؤتمر صحفي عقب القمة التاريخية التي جمعت الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونغ في سنغافورة. أعلن ترامب أنه سيوقف المناورات الحربية التي وصفها بالاستفزازية للغاية وباهظة التكلفة. وكان الزعيمان قد تعهدا بالعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد الفاصل. محصول العنب بولاية المضيبي رافد اقتصادي مهم للقطاع الزراعي في السلطنة. اختتمت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية مناشط وفعاليات شهر رمضان المبارك لهذا العام بولاية بركة بحضور أكثر من 200 شخص من ذوي الإعاقة السمعية. يطوق المسلم إلى التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وكذا حال الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية الذين كرسوا جهدهم بالذكر وتدبر تعاليم الدين الحنيف بالبرامج الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى اغتنام مغانم شهر رمضان المبارك. الآن في شهر رمضان بدأ الأشخاص الصم يتثقفوا، بدأ يندمجوا في المجتمع، بدأ توفير لهم كامل الخدمات والتسهيلات لهم، ونشكر كل الداعمين في هذا المحاضرات والفعاليات في شهر رمضان. المحاضرات الدينية والمسابقات الثقافية في جمع تعلو فيها النفوس لتعزيز ثقافة الأشخاص الصم في طواف طوال أيام الشهر الفضيل في مختلف محافظات السلطنة تحمل عناوين هامة ذات الصلة بالأشخاص الصم. طبعا هذه المحاضرات في كامل محافظات السلطنة، في البريمي، في صحار، أيضا في عبري، في السويق، وأيضا في بركة. أيضا هذه المحاضرات في للرجال وأيضا للنساء وأيضا في صور، وأيضا هنا في العذيبة، في مسقط، وفي بركة، في كل مختلف محافظات السلطنة. تقريبا يستفيد منها أكثر من 250 شخص في كل مكان. يقدم الوعاظ الصم التعاليم الدينية بلغة الإشارة التي تعد أساس التواصل مع الآخرين من خلال البرنامج الذي أعدته الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية. شعلة من النشاط الدؤوب يتسم بالهدوء التام، يعد مصدر إلهام لأقرانهم السامعين. سعيد بن محمد البداعي، محافظة مسقط.
اطلع مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة على نتائج المراجعة الشاملة لقرارات تحديد الرسوم والإثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها مؤسسات القطاع البلدي، حيث أقر المجلس تمديد فترة السماح إلى الأول من يناير 2019 لتطبيق الرسوم بعد تعديلها. وحول هذا القرار ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ خالد بن سيف البوسعيدي المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. بداية أستاذ خالد، نرحب بك معنا، ولو نتطرق إلى الأسباب وراء قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتمديد فترة السماح لتطبيق هذا القرار. في البداية اتخذ مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة هذا القرار بناء على مجموعة من الاعتبارات أو الأسباب، وأهمها منح المزيد من الوقت للشركات والمؤسسات التجارية لتحسين أوضاعها وأخذ التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة. السبب الثاني اللي أدى إلى منح هذا التمديد الأخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية لإصدار القرار بعد مراجعته، أيضا مع استمرارية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها غرفة وتجارة صناعة عمان لمراجعة هذا القرار حسب ما جاء في القرار السابق في الأول من مارس. نعم، إذن أيضا لو نتحدث عن الاعتبارات التي تم الأخذ بها في مراجعة هذه الرسوم أستاذ خالد. مجموعة من الاعتبارات التي تم أخذ بها في مجلس شؤون المالية وموارد الطاقة، من أهمها كانت التوصيات والمراجعات التي تمت خلال الفترة السابقة، ومن الملاحظات التي وردت أيضا إلينا من مجموعة من الجهات. من أهمها أيضا كانت الردود التفاعل أو الفعل المجتمعي، بالإضافة إلى غرفة تجارة صناعة عمان، وأيضا الآثار التي ممكن أن تكون مترتبة على اتخاذ بعض القرارات. في مجملها تم اتخاذ هذا القرار لمراجعتها من جديد بالتنسيق أيضا مع الجهات ذات العلاقة، ونعتقد في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أنه فترة السماح أو التمديد 6 أشهر هي فترة مناسبة لتحسين أوضاع المؤسسات مثل ما ذكرت سابقا. نعم. ومراجعتها. المراجعة القادمة على ماذا ستستند؟ خلال المراجعة، هي تمت المراجعة حقيقة. نعم. ولكن الفترة هي لمزيد من الوقت لتحسين أوضاع الشركات، وأيضا إطلاق مجموعة من الخدمات البلدية، من أهمها إطلاق الخدمات الحكومية الإلكترونية للقطاع البلدي، وهذه ستحسن وتطور من الخدمات المقدمة للقطاع البلدي في نقطتين رئيسيات. أولا الخدمات الإلكترونية اللي ممكن أن يستفيد منها صاحب الأعمال إلكترونيا، وأيضا التفتيش الإلكتروني التي تسعى القطاع البلدي الآن إلى تنفيذه من خلال تسهيل وتسريع أخذ التصاريح البلدية اللازمة. أيضا تم الأخذ في الاعتبار أنه هذه الخدمات المقدمة راح يكون لها دليل خدمات بلدية، راح يستطيع من خلالها صاحب الأعمال الاطلاع على الإجراءات اللازمة للحصول على هذه التراخيص، بالإضافة إلى الأوقات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المعاملات البلدية. نعم. أستاذ خالد، كيف سيتم أيضا مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القرار؟ سابقا في القرارات السابقة تم الأخذ بمجموعة من المميزات أو الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا القرار، قرارات الرسوم والأثمان. نعم. بالإضافة أن خلال المراجعة أيضا تم تعزيز بعض الأنشطة التي سيتم أو تم يعني الأخذ بها لمراجعة الأنشطة التي يزاولها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مراعاة أحجامها. في السابق كانت مجموعة من القرارات التي تتخذ هذا الإجراء، وكانت بعض الرسوم حتى يعني إذا كان الرسم برسم معين، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعضها تأخذ 10% فقط من حجم الرسم. أيضا لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم الأخذ بقرار معالي وزير التجارة والصناعة بتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التعريف هو التعريف المتبع حاليا. إذا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الأستاذ خالد بن سيف البوسعيدي المتحدث باسم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، شكرا جزيلا لك. عفوا. مع آخر أيام شهر رمضان يسعى الجميع لتوفير احتياجات العيد المتنوعة، حيث تزداد حركة الأسواق بين بائع ومشتر. التقرير الآتي يرصد لنا استعداد العيد في محافظة ظفار. ترتسم الفرحة على وجوه الجميع بقدوم عيد الفطر السعيد، حيث يتوافدون على الأسواق لشراء مستلزمات العيد. هي فرحة بعد الصلاة
وبعد الصيام والتعبد والقيام، هذا فرحة المسلمين ولقاء الأصدقاء والأقارب والعواد. محلات الأقمشة والأحذية والملابس هي بدورها توفر وتلبي رغبات الزبائن. والله اشترينا من الكميم واشترينا المصر واشترينا باقي الأغراض، واشترينا هنا الحين جايين عند المحل الأحذية، وإن شاء الله نكمل باقي الأغراض الأيام القادمة إن شاء الله. يحرص الجميع على شراء الحلوى العمانية بمختلف أصنافها وأشكالها. من الأسبوع الماضي شوية نكمل الأغراض، نشتري أحذية، نطلع الملابس اللي مفصلينها قبل وكميم، ونكمل إن شاء الله في الأيام اللي بعدها الأغراض الباقية المتنقصة منا. محمد بن بخيت حصون الشحري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. نتحول الآن إلى أحمد الهناي ومجموعة من الأخبار الاقتصادية. أهلا بكم مشاهدينا. وقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان لتطوير أنشطة سياحية مستدامة في منطقة الحقف بمحافظة الوسطى، وتعد المذكرة إحدى مبادرات القطاع السياحي المشجعة للاستثمار الخاص في المواقع والمحميات الطبيعية، إذ تأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي. كما حددت المذكرة أوجه التعاون المشترك بين وزارة السياحة وشركة تنمية نفط عمان في تنمية السياحة المستدامة في منطقة الحقف، وتطوير العمل بمبادئ التنمية المستدامة للتراث الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في هذه المنطقة. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم اليوم 73 دولارا و52 سنتا للبرميل. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ دولارا واحدا و27 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 68 دولارا و31 سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار 7 دولارات و90 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي. ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة؟ ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك؟ ما الذي تثق به لحماية عالمك مدى الحياة؟ هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحملها للهزات الأرضية، وأنت أيضاً يمكنك أن تجعله أساساً لبناء منزلك. حديد بانتر من جندال شديد، حديد ذو جودة عالمية. حديد بانتر، الاسم الذي يعني الثقة مدى الحياة. ارتفع معدل التضخم بالسلطنة في شهر مايو الماضي بنسبة 0.78% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017 وفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار إلى ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.54% والنقل بنسبة 2.69%. ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة. محصول العنب في بلدة الروضة بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية يعد واحدا من أهم المحاصيل الزراعية، ويشكل مصدرا اقتصاديا مهما للمزارعين. التقرير التالي يبرز جانبا من بدء حصاد هذا المحصول. على جنبات وضفاف الأشجار الخضراء ومن هذه الطريق إلى بلدة الروضة بنيابة سمر الشان بولاية المضيبي، وصولا إلى مزارعها الجميلة. وفي مثل هذه الفترة من صيف كل عام تزهو الروضة ببدء حصاد العنب. عندنا حصاد العنب في الروضة. الروضة تشتهر بزراعة العنب منذ طويل الأمد، وورثناه من عند الأباء والأجداد. زراعة العنب في الروضة تختلف من نوع إلى آخر، وهناك أنواع كثيرة منها المحلي اللي هو الكل حد تقريبا يعرف عنه اللي هو الأسود والأبيض. السنة استحدثنا أنواع جديدة من الخارج، من إيطاليا ومن تايلاند، والحمد لله كانت نتائج طيبة جدا. النقطة الثانية، السنة اللي سويناها تقريبا
أدخلنا العلم مع الخبرة، فتقريبا كان في التقليم اللي هو يسمى الأقشاب، كنا تقريبا استحدثنا اللي هو التقليم الجائر. هذه هي الأعناب بعناقيدها المتدلية وبلونيها الأبيض والأسود، تبشر بمحصول وفير كأحد أهم المحاصيل الزراعية بالبلدة. هذه الشجرة طبعا احنا نحصل على المنتوج خلال هذا الشهر اللي هو في شهر 6 أو آخر شهر 6، ونبدي تسويقها في الأسواق الموجودة اللي هي في البلد وفي الولايات والنيابات اللي هي نيابة سمد الشان وفي الولاية المضيبي وفي سوق سناو وسوق إبرة. جهود مشتركة ما بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والمزارع في الحفاظ على محصول العنب حرصا على استدامته وتحسين نوعيته مع إدخال أصناف جديدة منه. وقد حققت زراعة العنب خلال السنوات الماضية في بلدة الروضة مردودا اقتصاديا، وذلك لتميز العنب العماني بجودة في المذاق. صالح بن حمد الحبسي، بلدة الروضة، نيابة سمد الشان، ولاية المضيبي، محافظة شمال الشرقية. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد. جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع في اليمن إلى العودة لطاولة المفاوضات وتحذر من التداعيات الإنسانية لمعركة الحديدة. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، وإلى لقاء.